اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2021 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية إيسوزو دي ميكس. العربية اللون البيبسي، العربية المكنة السمراء 136، الخرطوم الاسود، العربية فيها جميع الكماليات، بصمة ودفع رباعي وغرز وتربو، العربية اوتوماتيك، العربية فيها عداد شرعي 26000 كيلو فقط، العربية مرور مطروح، العربية زي ما قلت لحضراتكم فيها جميع الكماليات. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2021، سعرها 650000 جنيه، والسعر قابل للتفاوض البسيط. سعر العربية 650000 جنيه، والسعر قابل للتفاوض البسيط. قبل ما اقول لحضراتكم على طرق التواصل مع صاحب العربية، الفيديو اللي معنا النهاردة بتاريخ الخميس الموافق 14/4/2022، الفيديو اللي معنا النهاردة بتاريخ الخميس الموافق 14/4/2022، يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع ياريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لانه غالبا بيكون باع العربية. للتواصل مع صاحب عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2021 هيكون على رقم 010-132-82930، الرقم مرة تانية 010-132-82930. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.